جديد إن شاء الله يا يا رب. حضرتك، دايما بتشرفنا على قناة الصحة والجمال، واهلا بحضرتك دكتور، أنا وان شاء أهلا الله بيك، دايما بالتوفيق لخدمة مرضانا بإذن الله. بالتوفيق إن شاء اهلا الله. بحضرتك، أشكركم ميرسي شكرا قوي، جزيلا. شكرا تفضل جزيلا يا لحضرتك، فندم، شكرا. تفضل. دكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم، كلية الطب جامعة القاهرة، استشاري أطفال الأنابيب وجراحة المناظير، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، 50 تقاطع، شارع وادي النيل مع جزيرة العرب، من ميدان مصطفى محمود، جامعة الدول العربية المهندسين. تليفون اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. بعد الفاصل اللي احنا شفناه ده كان جزء من مؤتمر اتعمل يوم الجمعه اللي فات في احد الفنادق في القاهره الكبرى، بهدفه باختصار كده ان الشركات يعني بتستغل موقف ان هنكلمكم بالبلدي بقى، ان الدولار سعره زاد فيزودوا ثمن المستهلكات، بس الحاجه اللي من 10 قروش تزيد تبقى 11 قرش، تزيد تبقى 12 قرش، لا ده هيزودوها يخلوها 20 قرش. وهم بيطلبوا منا ان احنا نزود من مصاريف الحقن المجاري، فاحنا ما رضخناش ليه الضغوط ديت، وقلنا لا احنا لازم نعمل اجتماع عشان خاطر نجيب الشركات، ونقول لهم ما فيش الكلام ده هيحصل، على الاقل هنحافظ على نفس الاسعار، ده احنا قدام شويه عاوزين نقللها. المريض المصري مش مستحمل، الظروف الاقتصاديه سيئه جدا والمريض المصري مش مستحمل، الله يكون في عونه. فان شاء الله ربنا وفقنا ودعونا في الخطوه دي. مركز الرياض للخصوبه، مركز الرياض للخصوبه لا تتشرف بادارته، هو احد المراكز اللي كانت موجوده في هذا المؤتمر، وان شاء الله باذن الله يعني هنوصل لحل كويس معاهم، واتمنى يا رب باذن الله ان احنا نوصل لحل كويس مع هذه الشركات. معانا اتصال مدام فاطمه. معلش يا فاطمه احنا طولنا عليكي جدا، شكلها زهقت وقفلت. طيب هستكمل ان شاء الله. معانا اتصال. الو، معانا اتصال بس مش عارف مين. عادل. مين؟ عادل. انا يا عادل. انا فاهم، اكلم الدكتور هشام بقى. اتفضل اتفضل يا عادل. ماشي، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا استاذ هشام؟ اهلا بيك، اهلا بيك سعاد. احنا كنا عملنا عند حضرتك احنا مجهري 20/5، تمام، وجينا لحضرتك خدنا، حضرتك كتبت لنا على حقن، تمام، وبعدين نزل الانابيب كلها نزل، الحمد لله، ما بقاش في حمل، تمام. فينفع اقرب وقت امتى نعمل تاني، ولا مش ولا لسه شويه؟ طيب حاضر يا عادل، هرد عليك. حاضر، طيب هرد بس بسرعه على الاستاذ عادل. هو عمله حقن مجاري وحصل حمل، لكن للاسف 20% من الحمل العادي او الحقن المجاري معرض ان يحصل اجهاض، فالحمل للاسف حصل اجهاض. ان شاء الله باذن الله، باذن الله يا عادل انك تقدر تعيد التجربه تاني باذن الله بعد شهرين، بعد شهرين من دلوقتي، بعد شهرين من دلوقتي باذن الله، باذن الله نقدر نعيد التجربه تاني باذن الله يا عادل. معانا اتصال. عليكم دكتور. عليكم السلام. ام مروان رجعت لنا تاني. ايوه معذره دكتور، بس حضرتك السؤال بتاعي اللي هو في الاخر، اللي بنتي جالها الكيس ده، فالدكتور طالب مني ان انا اروح اعمله لها يوم الاربعاء الجاي ببنجنوس. معلش انا اسف. معلش دكتور، معذره. طيب فانا اعمل لها ولا اسيبها دكتور؟ لما هو الكيس انا هرد عليك. حضرتك اللي الكيس ممكن يروح لوحده. هرد عليك يا ام مروان، هرد عليك. بص بس الكل دلوقتي طبعا شفت الكيس ده احد انماط العلاج الموجوده للتعامل مع هذا الكيس، لكن احنا ما بنلجاش اليه الا لما يفشل العلاج الدوائي، الا لما يفشل العلاج الطبي. وعشان كده احنا بنعمل ايه؟ احنا بناخد علاج، العلاج ده جايز يكون حبوب من الحمل بنوع معين بجرعات معينه تاخديه، او انا اسف يعني بنت حضرتك تاخده شهر، جايز 2، ولو لقينا الحجم بيتناقص جايز جدا نكمل عليه لحد ما الكيس يختفي. لان شفت الكيس غالبا بيرجع الكيس تاني بعديه،
شفت هذا الكيس غالبا وليس دايما بيرجع الكيس بعدي. عشان كده احنا ممكن نعمل ده قبل ما نيجي نعمل الحقن المجهري اللي هو نشفط الكيس وناخد علاج الحقن المجهري على طول، ما نديش فرصه الكيس ان هو يرجع. فعشان كده نتوكل على الله وناخد علاج حبوب منع الحمل وان شاء الله الكيس هيختفي. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا صفاء. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك يا صفاء. دكتور انا ده كانت حمل ليا تاني. انت حامل دلوقتي يا صفاء؟ انا حامل. تمام. اخر دوره جات لك امتى؟ انا كانت 23/3. تمام. بس انا حملت بعد بنت وولد. ابني حاليا 4 سنين فما كنتش بيحصل حمل يعني. فالمهم حصل حمل بس انا عندي روماتويد جالي بعد ابني. فانا خايفه ان هو ينتقل للطفل، خاصه ان انا اعرف ان هو بينتقل وراثيا للبنات. الروماتويد. ماشي حاضر. تمام. فانا يعني عندي قلق شديد والارهاق الحمل مش زي قبل كده خالص، وما كنتش برجع في حملي قبل كده، يجيلي الاحساس بس مش برجع نهائي. الحمل ده نبض القلب زياده، الاعراض يعني ارهاق عام، على طول حاسه ان صداع، دماغي تقيله، ارهاق شديد وترجيع، فكل ده بيتعبني جدا وبيبقى فيه الام طبعا من يعني جاي من عند المغاير من على الجنبين، وبحس بتقل شديد، بحس ان في حاجه هتقع مني. فالدكتوره اللي بتابع معاها قالت لي خدي مره بسكوبان حقنه، فخدتها وقعت في الارض دخت تماما، مع اني يعني حقنه ايه؟ حقنه ايه صفاء؟ يعني فانا وقعت في الارض. حقنه ايه صفاء؟ تعب شديد وانا خايفه ده يكون في حاجه في الجنين. حقنه ايه اللي خدتيها؟ بسكوبان. بسكوبان؟ بسكوبان. تمام. ماشي. انا يعني نفسي حد يطمني ان هو ان شاء الله ما يبقاش في حاجه في الطفل يعني. هقول لك يا صفاء، مش عارف انا ايه يعني ايه الداعي لهذا القلق والتوتر والانزعاج اللي عندك دوت يا صفاء. مفيش ادنى مشكله من الكلام اللي انت بتقوليه دوت. في وسط الكلام كده قلت معلومه انا عاوز صححها لك. بتقولي الروماتويد مرض وراثي. لا، الروماتويد مش مرض وراثي، هو مرض نتيجه خلل في الجهاز المناعي معرض للانثى، يعني المؤنثات او الانثيات اكتر من الذكور. يعني البنات والستات معرضين ليه اكتر من الرجاله، بس مش معناته ان هو طالما انت جالك الروماتويد يبقى بنتك هتجيلها الروماتويد. يبقى عاوزين نشيل الكلام ده من دماغنا. لكن الروماتويد ده خلل في الجهاز المناعي، وخلل الجهاز المناعي عموما اي خلل الجهاز المناعي، مش الروماتويد ده، اي خلل بيكون اكتر في السيدات والبنات اكتر من الذكور. حقنه الباسكوبان دي حقنه مسكنه ما بتعملش كل الكلام اللي انت قلتيه ده. فعشان كده انت عايشه حاله من الرعب والهلع ملهاش اي داعي. انا بطمنك ان شاء الله الحمل كويس، توكل على الله وهدي اعصابك وان شاء الله يكمل الحمل على خير. معنا اتصال. محمود. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا محمود اخر اتصال. اهلا بيك يا محمود. اهلا بحضرتك، عامل ايه؟ اهلا بيك. اهلا بيك يا محمود. كنت ناقصت، كنا عملنا عمليه تكيسات من اهلا بيك يا محمود. 6/6 اللي فات دلوقتي. تمام محمود، اهلا بيك. اتفضل يا دكتور. احنا عايزين على الشكر يعني حضرتك وكده. الله يخليك يا محمود. والله يعني احنا طبعا كنا مستبعدين جدا يعني الحمل، وخصوصا في الشهر بتاع العمليه يعني. لكن الحمد لله يعني بفضل الله ربنا اكرمنا يعني حصل حمل. الف مبروك يا محمود. الشهر العمليه نفسه يعني. ما شاء الله ما شاء الله. والله يا دكتور كلمه شكر ما تكفيش معاك يعني. لا العفو يا محمود. احنا عايزين جدا على الشكر ليك والله يا دكتور. ربنا يخليك يا محمود. الف 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 مبروك. هو كان بس دكتور استفسار يعني بالنسبه لوقت الحمل، برضه بنزود 7 ايام على اخر دوره. 7 ايام على اخر دوره. على اخر دوره مش كده برضه؟ بالظبط يا محمود. بالظبط يا دكتور. هنصنف حضرتك في العياده عشان المثبت وكده. لازم. طبعا من اول ما عملنا اختبار الحمل الحمل كان في اليوم تقريبا 35. تمام. فقالوا لي تمشي على المثبت اللي هو اول حرف دي. بالظبط. جرسين الصبح وجرسين الليل مش كده برضه؟ بالظبط كده. فهل ده طب هنمشي عليه على طول؟ على الاقل يعني او لفتره قد ايه بالظبط؟ على الاقل اول 3 شهور يا محمود. اول 3 شهور. وفي لبوس اخره كلمه جيست. لبوس اخره كده. لبوس 400 هتاخده مرتين في اليوم. مرتين في اليوم صبح وليل. ما دام هتاخده مرتين في اليوم صبح وليل. طب ده لبوس اخره كلمه ايه؟ جيست. طب بالنسبه دكتور للحقن اللي هي السيوله وكده. هناخدها يا محمود. ده يا دكتور هي دلوقتي يعني مرتبطه بنسبه الحمل الرقمي ولا؟ اصلا كنت سمعت مع حضرتك قبل كده يعني انت قلت نعمل اختبار حمل رقمي. ومن نسبه الاختبار بنحدد الجرعه تقريبا يعني. هو هقول لك حاجه. احنا حاليا دكتور ماشيين على النسبه اللي هي 40. تمام.
فنمشي عليها على طول برضه لغايه ما يجي حضرتك مثلا اه ان شاء الله كده. اه ان شاء الله يا محمود، يعني هي مناسبه 40 عادي يعني. اه باذن الله. تمام تمام جدا. يبقى دكتور اللي هنزود اللبوس اللي هو اول اخر كلمه جيف بالظبط كده الصبح وليل، مش كده برضه دكتور؟ تمام تمام محمود. فاضل ايه دكتور؟ خلاص، وان شاء الله باذن الله احنا بكره هنكلمك عشان في معلومات كده عاوز اقول لك عليها مش هتنفع على الهواء مباشره. خلاص ماشي، هكلم حضرتك في الاخر ان شاء الله يا محمود باذن الله. ربنا يكملكم على خير باذن الله. زوجة محمود عملت نظار وما شاء الله في نفس الشهر حملت، ربنا يكمل لك يا رب على خير يا زوجة الاستاذ محمود. نجاوب الرسائل. طيب دكتور، حاضر يا دكتور، نجاوب الرسائل. دكتور انا من العراق، الحبوب مدى الحمل تفيد ازاله كيس صغير نتيجه تنشيط زائد؟ اه فعلا حبوب مدى الحمل مفيده لازاله كيس صغير نتيجه تنشيط زائد. انا اميره، ما الخطوات التي يجب اتخاذها بعد عمليه المنظار؟ اتخاذ الخطوات بعد عمليه المنظار هو متابعه التبويض واخذ تنشيط التبويض، لان فرصه الحمل عاليه في اول 6 شهور بعد المنظار، وان شاء الله يحصل حمل زي ما حصل لزوجه الاستاذ محمود. دكتور انا من العراق، وتحدث رنا مبكره مع ربط الرحم وصعوبه حمل، تحاليل جيده، للاسف الرساله غير مكتمله، يا ريت تبعت لنا رساله تاني بس تكون مكتمله. جاتني الدوره بعد 39 يوم، فمتى يكون التبويض؟ 39 يوم هو ده مش متوقع ان هو يكون استقرار في التبويض، لان المفروض اقصى مده مسموحه للدوره هي 35 يوم، بس لو كان حصل تبويض فالتبويض هيبقى على اليوم ال 25، بس ده شيء مستبعد. الدوره جت بعد 39 يوم، غالبا ما كانش فيه تبويض جيد في هذه الدوره. ومتى اجرى السونار لاعرف حجم البويضه؟ هل صحيح يوم 16؟ ارجوك فهمني. نرجس من العراق، وما هو تحليل المناعه؟ ارجوكم هذه المره جاوبوني. والله تحليل المناعه يا مدام نرجس ده بيختلف من حاله الى اخرى، فعشان كده وهناك تحاليل كثيره، انا ما اقدرش اقول لك ايه تحليل المناعه اللي انت محتاجاها، يعني لازم في الكشف المباشر على حاله حضرتك وساعتها نقدر نحدد انواع التحليل انت محتاجاها. هل صحيح يوم 16؟ اه ممكن ساعات الناس بيجي لهم التبويض اليوم 16، وناس 17، والناس ال 20، والناس ال 21، يعني اقصى مده مسموحه للتبويض الطبيعي اليوم ال 21 من بدايه نزول الدوره، لكن مش مسموح وما بنعتبروش تبويض طبيعي لو حصل اكتر من اكتر من اليوم ال 21. معانا رساله اخرى بس الوقت انتهى اعتقد. الوقت انتهى اعتقد. طيب الاوقات الجميله دايما بتخلص بسرعه، ان شاء الله الرسائل الباقيه هرد عليها باذن الله الحلقه اللي جايه يوم الاثنين اللي جاي الساعه 10:30 مساء، واللي ما لحقناش يتابعنا في الاعاده يوم الاربعاء الساعه 2 الظهر في احدى حلقات برنامجكم فرحه عمرنا، فرحه كل اب وام وجد وجده، فرحه كل اب يشوف ابنه وامه تحضن بنتها، فرحه كل جد وجده شقاوه احفادهم زي العسل على قلبه وقلبها. تعالوا كلنا نحقق حلمنا، لانه بمشيئه الله بمشيئه الله بمشيئه الله فوق كل شيء هنشوف فرحه عمرنا. اخر حاجه اخر حاجه، تحياتي دكتور هشام الشاعر. دكتور هشام الشاعر استاذ امراض النساء والتوليد والعقم كليه الطب جامعه القاهره، استشاري أطفال الأنابيب وجراحة المناظير، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، 50 تقاطع شارع وادي النيل مع جزيرة العرب من ميدان مصطفى محمود جامعة الدول العربية المهندسين. تليفون